مش كتسمع قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا؟ يعني غير صبر ربي كل شيء الحمد لله اللي ابتلى في الدنيا راه رحمة من الله سبحانه وتعالى. بعض المرات كتشوف شي واحد كيفرح ملي كيشوفك محطم وغارق هموم واللي درتيها ما كتصدقش والبيبان مسدودين كل شيء ضدك، كتولي إنسان انطوائي بزاف والناس كيحكموا عليك بلا ما يعرفوا والو. كاين اللي كتجي معقد ومن كثرة ما تعذبتي وعشتي في المشاكل بزاف كيولي قلبك قاسح، ماشي اي حاجه كتاثر فيك وكان كل نهار كنسنا شي حاجه مشكلك حيت عارف باللي تبعك غير العذاب. حتى الفقاش ما نعرف حتى الامل، الحياه كتولي عايش غير تنسى ساعتك حيت ما عندك حتى هدف وما عارف راسك فين غادي، وكتعاصر غير مع الوحده وكتفادى اي بلاصه فيها اكثر منك، وكتبقى تامل الناس وكتسول راسك واش حتى هما عندهم نفس المشاكل بحالي. وحتى الا تلاقيتي شي حد بصدفه وسولك كتقول الحمد لله بخير، عارف راسك كتكذب ولكن ملي كتجي تنعس كتحط راسك على المخده وكتبقى تخاطب نفسك، كتلقى انت راك باغي تبدل واحد الانسان اكتيف وتحقق الاحلام ديالك وتكون انسان ناجح في حياتك. واخا كتقول صعيب الحال في هاد البلاد ولكن غير متفائل باللي غادي يجي واحد النهار غتعرف فيه ربي كيبغيك ورزقك عنده مخبع عليك حتى يوصل الوقت المناسب ليه. دابا غير توكل على الله وصبر وتسنى خيرك طيب شويه عليها وربي ما يخيبك.